14 14 4 هي الحمل واخده من الطور لانها اخر 10 ايام وجوزها ميزان. طبعا هو اللي مخليها ارتبطوا او اتجوزوا هو اللي هي ملمسه طور. الطور والميزان بينهم كيمستري غير عاديه وبيتقابلوا بيبقوا وشهم حلو على بعض جدا، وخصوصا يعني الميزان بتبقى وشها حلو على الطور والطور بيبقى وشها حلو على الميزان. بس هي عشان هي حمل اوكي وهو ميزان، ست الحمل عايزه كل حاجه دلوقتي او يعني كن فيكون، هي بتتسربع او عايزه كل حاجه بسرعه. الميزان هادي يعني بيحب ياخد وقته يحب يفكر، فهي ممكن تكون شايفه ان هو شاللها او مفيش مش ما بيسمعهاش او في فجوه ما بينهم. ده لان هو مش هو ذكي جدا، انا بحترم برج الميزان جدا في الست والراجل لان هما من الابراج الاذكياء جدا جدا جدا، لكن هو بيحب ياخد وقته بيتاخر في قراراته، فده ممكن يكون اللي عامل فجوه، او ممكن تكون شايفاه ان هو هادي زياده عن اللزوم وهي اكتف اكتر او بتجري في احداثها او عايزه الحاجه بسرعه. فبقول لها هما كبرجين مناسبين جدا جدا، ويمكن زي ما قلت في الاول اللي مخليهم مناسبين ان هي اخر 10 ايام هي تصبر شويه او ما تبقاش مستعجله على اي حاجه مستنياها منه او عايزاها منه. حلوه. طيب احنا معلش نكمل. نكمل التوقعات.